نشوف تقرير عن الفريق الأهلاوي الطرف الآخر في الديربي. رجال القلعة تحصنوا جيدا وجهزوا الأسلحة والمؤن، فخصمكم هذه المرة هو الاتحاد. هكذا هو لسان حال القائمين على الشأن الأهلاوي قبل موقعة الديربي المنتظرة. نعم هي مباراة، لكنها بالنسبة لهم هي معركة، بل هي حرب، بل هي صراع مزمن، وكل ذلك يندرج تحت مسمى كروي. التماسيح لم يتذوقوا طعم الخسارة على ملعبهم وبين جماهيرهم منذ بداية الدوري، ويسعون لأن يواصلوا ذلك وتبقى صفحتهم خالية من الخسائر على استاد عبدالله الفيصل. 9 مواجهات لم يتذوق فيها الأهلاويون الخسارة إلا مرة واحدة، وكانت خارج الحصون الخضراء، وتحديدا أمام الهلال الذي لا يقل الاتحاد عنه قوة وشراسة. ولذلك الأهلاويون يريدون أن يثبتوا بأنه بمقدورهم أن يفترسوا حتى الأقوياء. احتلوا المركز الرابع ويتطلعون للصفوف الثلاث الأولى، لكن الوصول إليها يعني تجاوز الكثير من العقبات، وأولاها عقبة النمور التي يعني تجاوزها لمحبي القلعة الشيء الكثير: استعدادات وتدريبات، آمال وتطلعات، كل ذلك وأكثر تجده في البيت الأهلاوي خلال هذه الأيام. ولعل حضور كبير القوم الأمير خالد بن عبد الله للتدريبات وإشعال فتيل نار الحماس بين اللاعبين إنما هو دلالة تامة على أهمية المواجهة وما تعنيه المباراة لأصحاب القلعة الخميس المقبل. كل الأهلاويون يريدون أن ينتهي اللقاء واللون الأخضر يطغى على مدينة جدة. مسفر الخثعمي، كرة. الأهلي والاتحاد يقول لك أنا أرفض قرارات ما يطلبه الجمهور، ما يطلبه المشاهدين، ما يطلبه الإعلام. فلذلك في الموقع هذه الاستقرار يكسب الاجتهاد، الاستقرار يكسب الاجتهاد. صعب على مين المباراة الجاية؟ على الاتحاد طبعا، حيدخل تحت ضغط، يعني من الصعوبة أن تتواجه فريق مستقر فنيا تدريبيا إداريا ما عنده الفوضى اللي يعاني منها الاتحاد. الأهلي أكثر استقرار وثبات. اللاعب الأجنبي فرق هذا الموسم للأهلي 80% من الأهداف اللي سجلها الأهلي من الأجانب، 60% من صناعة الأهداف من الأجانب. الاتحاد يعني أخذ على وتر الجانب التفاؤلي في عملية الإحلال في المدرب للأسف، وهذه قد تصيب أو قد تخيب. عملية حضور عبد الغراب في هاللحظة قد ترفع المعنويات للفريق ويكسب أو لا، هي عملية يعني فيها سلاح ذو حدين، لكن بشكل عام في استقرار أكثر للأهلي. لا، أقفل التمارين عبد الغراب، يعني في خطط وفي شيء. كنت تتهكم طبعا. والله يتهكم لأنه حقيقي ما مو كذا الاتحاد يتعامل. الاتحاد النادي المونديالي يجب يكون في مدرب. أنت جيت عليك كذا عبد الغراب يقول على راسي عبد الغراب. يعني ما عندي فكر فني طيب. لاعب دولي، بالعكس لاعب دولي. يعني ما له يومين سكر. بالعكس الاتحاد أحوج ما يكون للجمهوران. يعني وش هالخطط اللي بتطبق في يومين؟ فافترض الاتحاد الآن ما راح ينتشر للجمهور، افتح المدرجات وخلي العالم تحضر وتقف مع الفريق. الفريق يحتاج إلى دفعة نفسية. عبد الغراب يعني مؤقت. لكن تركي نبغى نشيد في عملية التذاكر اللي عبر الانترنت، كانت يعني نقطة إيجابية. إذا كان هذه المباراة 30% أتمنى تزيد النسبة إلى أكثر من كذا.